ألا يوجد رجل بينكم يا محمد؟ لقد كان لي رأي بثباتكم وإيمانكم أكثر من هؤلاء. يا محمد، يقال إنك جئت مع رؤساء المدينة لملاقاتنا. ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذا؟ وأنا أيضا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم. عقيدتهم مبنية على الكذب يا أبا سفيان. هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ أيوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟ هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ هذا كلام رسول الله. يا رب العالمين، في بدر أخذت منا عبيدة، وفي أحد حمزة، وهذا علي أخو وابن عم رسولك. خذ أنت بيده يا الله وانصره على عدوه نصرا مبينا. الله أكبر. انظر، سوف نبيدهم. ليس فيهم رجل واحد. يا عمرو، يبدو أن فيهم رجلا واحدا. أقسمت عليكم بالله، أخبروني هل بينكم رجل سواي في خلال حرب الخندق حينما كان يصرخ عمرو بن ود وينادي ويطلب مبارزا، وكانت أعين الجميع قد جحظت من الخوف، قد برز للقتال دون أدنى تردد، ورسول الله يقول اليوم قد خرج الإسلام كله لمبارزة الكفر كله، ومن ثم يقول إن ضربة علي يوم الخندق هي أفضل من عبادة الثقلين. لا والله يا علي، كل هذا لك أنت. أقسم إن ما تقوله حق. انظروا جيدا الآن، فقد خرج الآن الإسلام كله لمواجهة وقتال الكفر كله. علي؟ علي بن أبي طالب؟ يا رب، ليس على الأرض الآن سوى هذا الفارس الصغير الذي يحمل اسمك واستمرارية رسالتك ويسعى في سبيل نشرها، وليس غريبا أن يخرج محبوك الغرباء هؤلاء إلى المواجهة كي لا يكون لأحد سواك مكان في القلوب. لقد أودعتك عليا على هذه الحال، فثبت قدميه وامنحه القوة والعزم في يديه ببركتك. نحن لا نهرق دم أحد. عد إذن إلى قبيلتك، أغمد سيفك الآن، فإن كان أبو سفيان معك حتى هو ما كان ليذهب نحو الخندق. هل تعرفني جيداً؟
نعم أعرفك جيدا، وأنا على ثقة تامة بأنك لم تنس ضربة سيفي في الخندق. إذن أظهر شجاعتك، دع الحاضرين يروا أنك تعرف قاعدة الشجاعة. يا أبا سفيان، هذا الفتى قد وضعني أمام ثلاثة خيارات، فإما أن أسلم وأتركك وحيدا، وإما أن أقاتله. إذن ابق مكانك كي ترى بعثنا وترى هذا المارد الذي يرتعد منه الأسد المفترس. لقد أنشدت جيدا، ولكن من على ظهر فرسك. فرس مقطوع القوائم. أرشد يا فتى، أرحني من هذا العار الكبير. فلم يرى قط إنسان حتى الآن شخصا كهذا ساقطا على الأرض. اقطع رأسي. أين تذهب؟ أرحني من هذا العذاب يا علي. أنا أعرف ضربة سيفك جيدا في بدر، كنت أعلم أن لدى العرب لا يوجد ند لي سوى علي. لقد بصقت عليك كي أغضبك بسرعة وتقوم بإنهاء أمري لتريحني من ألمي ونظرات القوم إلي باستهزاء. نحن أهل البيت، ليس لدينا شيء إلا في سبيل الله. وقاحتك أثارت غضبي، إذا أسرعت وأطفأت غضبي بقتلك فإنني أكون قد قدمت رضايا على رضا الله. تمشيت قليلا فهدأت نفسي واستغفرت ربي، والآن أنفذ فيك أمري لله وعلى اسم الله. إلى أين تفرون أيها الجبناء؟ عليكم أن تقاوموا. إن ضربة علي في الخندق أفضل من عبادة الثقلين. علي!